السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحل مثال عن موضوع السنترويد، وهذا آخر مثال راح نحله بهذا الموضوع. السؤال يقول: okay, the centroid x dash y dash of the shaded area showing in this figure. هاي الاريا اللي مطلوب إيجاد، عفوا هذا الفيجر اللي مطلوب إيجاد سنترويد مالته. الشيدد اريا هي هاي، هذا الجزء فقط، وهذا الجزء هو شيدد اريا، يعني النصف دائرة هو خارج الشيدد اريا. حاطين محور واي، محور اكس هو هنا، محور واي صاير هنا مكانه يبعد 2 متر عن حافة المثلث، يعني صاير بمكان من ضمن المستطيل، يعني هو مو مثل كل مرة هنا يصير محور واي مثلا، هالمرة مختلف. فالفكرة بهذا السؤال هي هاي، انه هذا المحور واي موجود ضمن الشكل بداخله، فشنو التغيير اللي راح يصير؟ شنو التغيير اللي راح يصير؟ التغيير راح يصير انه احداثيات المركز هو احداثيات، وبالتالي البعد عن محور واي مثلا اكس داش بدنا نحسبها، هو اما يكون بوزيتيف او نيجاتيف بهاي الحاله، لانه محور البعد اذا من يسار الواي فهو نيجاتيف، اذا يمين الواي هو بوزيتيف، وبالتالي هو هذا الاختلاف. راح نشوف شلون راح يصير بهذا المثال، يعني الارقام شلون راح يصير، شنو الاختلاف. رسمنا هذا، عاده رسم هذا جزء من الحل، رسمنا صار عندنا 3 اشكال قسمناها. الشكل الاول هو مستطيل ابعاده 10 متر، هو منطينا اياه مستطيل 10 متر، وعندنا مثلث 6 القاعده مالته، والارتفاع ايضا 6. منين جبناها؟ منطينا الراديوس 3 متر، منطينا الراديوس 3 متر، يعني الارتفاع هذا 6 اللي هو نفس ارتفاع المثلث، وبالتالي هذا المثلث 6 القاعده والارتفاع 6. المستطيل 10 في 6، نصف الدائرة، هاي نصف الدائرة، نصف القطر مالتها 3، الدايمتر مالتها 6، هي تطرح من الشكل الكلي، يعني بعدين الاريا مالتها لازم ناخذها بالسالبة، لان هنا مبين من هذا الشكل هي مطروحة مو مثل ذني. هسه راح نحل الحل مثل التيبل اللي كل مرة نسويه، parts و area x dash y dash x dash في a y dash في a، اليونت تنسوها. ايش عندنا هسه؟ عندنا بارت 1 اللي هو المستطيل، بارت 1 اللي هو المستطيل المساحه مالته، القاعده مالته 10، الارتفاع 6، ف10 في 6 60 متر مربع. المثلث نصف القاعده في الارتفاع، نصف في 6 في 6، نصف في 6 في 6 يطلع 18 المساحه مالته. نصف الدائره، مساحه نصف الدائره باي ار سكوير اوفر 2، باي في R 3 تربيع على 2، كتبنا ناقص. ليش ناقص كتبنا؟ ليش ناقص؟ لأنه هاي الأريا مطروحة من الشكل الكلي، هاي الأريا طارحيها من الشكل الكلي، ما لها دخل بالإحداثيات. بعدين راح نشوف شو تأثر الإحداثيات من الأريا طارحيها، تذكرون بالأمثلة السابقة من الأريا طارحيها من الشكل الكلي مثل هذا الحالة، يعني هو المفروض الشكل لهنانة، احنا ايش سوينا؟ قايلين مقصوص من عنده نص دائرة، وبالتالي هاي النص دائرة لازم نطرحها من الشكل الكلي، فصارت هنا الإشارة سالبة. هذا الفكرة حاجيها سابقا. هسه نيجي الاكس داش، راح يبلش موضوعنا الجديد. المركز مال هذا الشكل المستطيل هو معروف يبعد نصف القاعدة منا إلى حافة المستطيل، يبعد نصف القاعدة، القاعدة كلها 10، 8 و 2 10، فمننا لهنا راح يصير 5 عندنا، مننا لهنا 5. زين احنا ما نريد مننا لهنا، احنا نريد من المركز لمحور واي، من المركز لمحور واي، مننا لهنا 5، نطرح من عندها 2 اللي هي من حافة المستطيل الى محور واي، راح يصير عندنا 5 ناقص 2 ويساوي 3. المركز احنا السي داش، السي الاكس داش، العفو الاكس 1 داش مال المستطيل هو عبارة عن 5 ناقص 2. منين جبناها؟ هو المركز مالته مال هذا المستطيل هو نصف القاعدة، نصف القاعدة، القاعدة تبعد، القاعدة تبعد، هي القاعدة كلها 10، نصفها 5، فيصير البعد من المركز للحافة مال المستطيل 5.
هو كل 10 البعد من المركز الى حافه المستطيل 5، احنا نريد هالحافه المستطيل نهايه المستطيل، لا نريدها لمحور واي. زين، البعد من نهايه المستطيل لمحور واي 2، نطرح 5 من 2 يصير عندنا 3. هاي اولا. ثانيا عندنا ال سي 2 اللي هو مركز المثلث، يبعد من هنا لهنا هاي دارسيها ثلث القاعدة. ثلث القاعدة، القاعدة 6 على 3 2، 6 على 3 هاي 6 على 3. زين، هو احنا ما نريده من هنا، نريده من هذا المكان، احنا ما نريده داخل المثلث، نريده من مركز المثلث الى محور واي، فنضيف له هاي 2 يعني 6 على 3 زائد 2، هاي 6 على 3 زائد 2. سبقناه بإشارة سالبة، ليش؟ حكيت بداية المثال قلت كل شيء نحو يسار محور واي سالب، كل شيء يسار محور واي سالب وكل شيء يمينه موجب. الإحداثيات مال هذا الجزء تعرفون أنتم، الإحداثيات مال هذا الجزء كلها بالنسبة للإكس موجبة، بالنسبة للإكس هنا سالبة، وكذلك إذا كان عندنا تكملة هنا بالربع الثالث سالبة وبالربع الرابع موجبة. الموضوع بالنسبة للواي للأعلى موجب، للأسفل كله سالب، فهذا الشيء ننتبه له بعدين إذا أجانا سؤال ممكن يكون بستنتر هذا ويصير عندنا كله موجب وسالب فتنتبهون. فهاي سالب 4 صارت، ليش؟ لأنه يسار محور واي، المركز مال الشكل المثلث يقع يسار محور واي بجزء السالب مال محور اكس. نجي على النصف دائرة. النصف دائرة اعطيناها احنا بديش المحاضرة، قلنا المركز مال نصف الدائرة يبعد منها لهنا قانون هو 4 R على 3 باي. نحفظ منين لوين؟ من مركز الدائرة إلى المنتصف ما إلى يعني خط التنصيف مال الدائرة، مال نصف الدائرة خط التنصيف مالتها هو 4 R على 3 باي. إذا شوفون بالفايتكم إياه هو موجود، هذا اللي فاتكم إياه، يقول من مركز المركز سي نسمي إلى خط التنصيف يبعد 4 R على 3 باي. من المنتصف من مركزها من السي إلى خط التنصيف يبعد 4 R على 3 باي، واضح؟ فهسه نجي أربعة R على ثلاثة فاي منا لحنا، إحنا نريد منا من هاي المسافة، نريد هاي هاي شقد منا إلى محور واي، من مركز نصف الدائرة إلى محور واي يبعد البعد هذا كله 8، ونطرح من عند الأربعة R على ثلاثة فاي، البعد كله منا لحنا منطينا يا 8، هذا 8 متر، نطرح من عند هاي راح يصير المسافة منا لحنا، فإيش صار عندنا 8 ناقص أربعة R على ثلاثة فاي تطلع 6.73. هاي الاكس داش حسبناها مال كل الاشكال. نجي الواي داش بالنسبه لهذا المستطيل مركزه يبعد نصف الارتفاع 6 على 2، ارتفاع 6، 6 على 2 3. المثلث يبعد مركزه ثلث الارتفاع 6 على 3 ويساوي 2. نصف الدائره يبعد مركزها نصف القطر مالتها، ليش نصف القطر؟ لأن هذا خط التنصيف هنا، أنا مو هنا، لو خط التنصيف هنا تفرق القانون. هاي مثل الدائرة تعامل مثل الدائرة بالضبط، هذا هو مركزها يبعد منا لهنا اللي هي الراديوس نفسه اللي هو نصف القطر، القطر 6 نصفه 6 على 2 ويساوي 3. هسه نضرب الـ A في الـ X داش والـ A في الـ Y داش حتى نطلع هاي الأرقام. لا تنسون هاي سالبة، هاي سالبة نتيجة انه البعد الكوردينيت سالب، وهذني اثنين هن سالب، ذني هاي سالب وهاي سالب، ليش؟ هاي ناتجة انه الاريا سالب مو الكوردينيت سالب. احنا ما ندخل، احنا هنا ضرب جبري، يعني اذا عندنا واحد سالب وواحد موجب يطلع سالب، وبالتالي انه احنا ما ندوخ ارواحنا، المهم انه احنا عرفنا هاي عندنا الاشارة سالبة وهاي سالبة، راح تنتج من هاي عندنا اكو سالب واحد لاي اكس داش، وبما انه هنا الـ A سالبة راح نضرب في موجب في موجب راح يطلع اثنين سالبات، وبالتالي انه عندنا هاي نتأكد من عندهم سالب من نجمع ونطرح الـ summation مال الـ area يطلع لنا 63 point something، هذا 12 point something، وهذا 173 point something. نحن نطبق القانون x داش يساوي summation x داش
a over summation a راح يطلع لنا 0.2 متر الاكس داش، والواي داش بنفس الطريقة ايضا summation y داش a على summation a راح يطلع لنا 2.72 متر. السنترويد الاحداثيات النهائية هي بهذا الشكل. اذا عندكم اي سؤال استفسار هذا اخر مثال راح نحله على هذا الموضوع، اطرحه عندي هنا وانا مستعد ان شاء الله اجاوبكم. شكرا.